البقاء لله، ننشر ما حدث منذ قليل لكل المصريين. وعاجل رئيس وزراء مصر يتحدث عن الفساد في مصر في مفاجأة الآن. وعاجل أول رئيس مصري يشارك في سيسة. الرئيس السيسي يتحدث عن تحديات أمنية بإفريقيا ومخاطر عابرة للحدود. ومن الحكومة المصرية تحذير للمواطنين من الساعات المقبلة. ومصر في بيان شديد اللهجة تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لمصر. وفي مفاجأة كبرى كشف عن التفاصيل الكاملة لصفقة أحمد عز وأبو هشيمة. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لي 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها. تعالوا نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وعاجل رئيس وزراء مصر يتحدث عن الفساد في مصر في مفاجأة. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الفساد يشكل أحد العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد تقوض النمو والازدهار وتعيق تحقيق جودة الحياة. ودعا مدبولي في كلمته في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ إلى التعامل مع منع ومكافحة الفساد باعتبارها قضية محورية تتداخل مع كافة أوجه التنمية المختلفة. أكد أن الفساد ليس فقط شأنا محليا ولكنه عابر للحدود، وهو ما يفرض علينا ضرورة التعاون الجاد والمثمر. ولفت إلى أن دستور مصر 2014 سطر موادا تلزم فيها الدولة أجهزتها بمحاربة الفساد، كما أن نصوصه أكدت أن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لديها الاستقلال الفني والمالي والإداري. كما ألزم الدستور وحدات الدولة المعنية بالمشاركة في وضع استراتيجية وطنية لمنع ومكافحة الفساد. أشار إلى أن تلك الالتزامات تنعكس بشكل مباشر على بناء جهود التنمية وحقوق الإنسان. المصدر معنا كان من صحيفة الشروق، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. والبقاء لله، ننشر ما حدث يعني منذ قليل، حادث يعني صعب جدا. وكشفت التحقيقات والتحريات تفاصيل واقعة قيام مهندس بالإطاحة بزوجته 37 سنة وإلقاء نفسه من الدور الـ 12 في مدينة بدر المصرية. أوضحت تحقيقات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أن المهندس لا يعمل ويبلغ من العمر 37 سنة، وسبق دخوله مصحة للأمراض النفسية للعلاج من الإدمان، ولديه 3 أطفال من زوجته. ولفتت التحريات إلى أنه بعد سؤال شقيق الزوجة المتوفاة عن معلوماته حول الجاني، أوضح أنه جرى في وقت سابق حجز زوج شقيقته بإحدى المصحات النفسية للعلاج من الأمراض النفسية والإدمان، وأنه مهندس بدون عمل. توصلت التحقيقات إلى قيام مهندس مقيم بمدينة بدر أول شبرة بالتعدي على زوجته ربة منزل بالسلاح الأبيض، محدثا إصابات متفرقة أدت لوفاتها على الفور، وألقى بنفسه من مسكنه بالطابق الـ 12. هذا وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إلقاء المتهم بنفسه من الدور الـ 12 بعد ما فعله مع زوجته. المصدر معنا كان من صحيفة الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. هنا عاوز أقول نقطة مهمة جدا. كما ذكرت يعني منذ قليل أن هذا شخص عنده 37 سنة كان مهندس ولكن الآن بدون عمل. طيب هتقول لي ليه؟ هقول لحضرتك إن أهله بيقولوا إنه دخل لمصحة نفسية لعلاج الإدمان. يعني هنقول هنا للأسف إن أنواع المخدرات بتؤدي لغياب الوعي وغياب العقل، وبيقوم الشخص بأفعال ما بيكونش عنده وعي كافي أو وعي شامل هو بيعمل إيه دلوقتي. لو حضراتكم تفتكروا يعني قضية الإسماعيلية، ما حدث في الإسماعيلية والمجرم الإسماعيلية تم يعني الحكم عليه بتحويل أوراقه للمفتي، فيعني ده كان بسبب مخدر الشابو. وللأسف يعني أنواع المخدرات في الوقت الحالي
سيئة جدا وبتغيب العقل تماما، والشخص بيدمن عليها من أول مرة. فربنا يحفظنا ويحفظكم. يعني أتمنى نبعد عن أي حاجة من الأنواع دي، لأن مهما تحصل من مشكلات في الدنيا مش هيبقى ده حلها. حلها هو الحل الطبيعي أو الكلاسيكي للمشكلات. ما ينفعش أنا حصلت لمشكلة ألجأ لمثل هذه الأشياء اللي بتغيب الوعي وبتخلي الشخص بيقوم بأفعال يعني بيكونش واعي هو بيعمل إيه. فربنا يحفظنا ويحفظكم ويبعد عننا هذا الأذى إن شاء الله. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. أول رئيس مصري يشارك في سيسا. السيسي يتحدث عن تحديات أمنية بإفريقيا ومخاطر عابرة للحدود. في كلمة وجهها لرؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التحديات التي تشهدها إفريقيا وعن مخاطر عابرة للحدود. وخلال اجتماع لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية سيسا 17 بالقاهرة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: يسعدني أن أتوجه بالتحية إليكم اليوم في بلدكم الثاني مصر التي تسعد بتواجدكم فيها. وبصفتكم رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية المسؤولين عن الحفاظ على أمن واستقرار دول قارتنا الإفريقية الحبيبة، فإنني أؤكد أنه من دواعي سروري البالغ أن أتواجد اليوم معكم في مؤتمركم 17 بالقاهرة كأول رئيس لجمهورية مصر العربية يشارك في أعمال لجنتكم الموقرة. الرئيس السيسي قال أنه لا يوجد أمامنا سبيل سوى الاستمرار في بذل أقصى الجهد للحفاظ على أمن ووحدة قاراتنا وتحقيق أحلام وتطلعات شعوب إفريقيا العظيمة، كأن تنعم بالاستقرار والازدهار المنشود لكل مواطنيها. وتأتي الاجتماعات اليوم في ظل تحديات تشهدها قاراتنا وكل مناطق العالم، وفي مقدمتها المخاطر المرتبطة بالأعمال المتطرفة العابرة للحدود متعدد الأوجه والأذرع الذي يعمل على تفتيت المجتمعات وهدم مفاهيم الدولة الوطنية لصالح ترويج أفكار متطرفة تدعو لكراهية الآخر وتعطل كل ما من شأنه دفع الإنسانية إلى الأمام. وطبعا الرئيس قال كلام كتير جدا، ولكن الرئيس السيسي اختتم قائلا في نهاية كلمتي: أود أن أشير إلى أن نجاح منظومة العمل الأمني متعدد الأطراف تحت مظلة سيسا سيساهم بشكل مباشر في خدمة أهداف الأمن الإقليمي والدولي في هذا الأمر. ولخدمة هذا الهدف فإن علينا مداومة الجهد وتطوير أدوات عملنا وصور تكاملنا بشكل يستجيب للتحديات العديدة الناشئة وغير التقليدية. إنني على ثقة بأن لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية سيسا لديها الإمكانيات والخبرات التي تؤهلها للتغلب على التحديات الحالية متعددة العناصر والتقدم في مسيرة التكامل العلمي. ومصر يسعدها أن تتولى رئاسة سيسا وتستكمل تنسيقها وإسهاماتها لأشقائها الأفارقة بما يساهم في رفع القدرات للحد المناسب الذي يساعد على التغلب على التحديات الأمنية التي تحيط بدولنا. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر ومن الحكومة المصرية. تحذير للمواطنين من الساعات المقبلة. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر في بيان عاجل من حالة الطقس التي تشهدها مصر خلال الساعات المقبلة، إذ يتوقع الخبراء انخفاضا كبيرا وملحوظا في درجات الحرارة. البيان أكد انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. وتوقع خبراء الأرصاد أن يؤثر على مصر غطاء من السحب كبير جدا على شمال مصر يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على أقصى جنوب مصر عند حلايب وشلاتين لتكون الفرصة مهيئة لسقوط الأمطار. كما توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب مصر نهارا، بينما يكون الطقس باردا على الأنحاء كافة ليلا. المصدر معانا كامل صحيفة الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر ومصر في بيان شديد اللهجة.
تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لمصر. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، داعيا إلى تكثيف التنسيق تجاه التحديات القائمة في المنطقة. شكري شدد في كلمة ألقاها خلال اجتماع عالية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الجانبين وتجذرها، وضرورة مواصلة تعزيز العلاقات بين الجانبين بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والرخاء، ودعا إلى تكثيف التنسيق تجاه التحديات غير المسبوقة في المنطقة. أضاف أن أمن الخليج العربي وبلدان الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن مصر. ويشارك شكري في أعمال اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخارجي بحضور نظرائه من دول مجلس التعاون وأمين عام المجلس في مشاركة مصر ولأول مرة. مصدر معانا كامل اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا يعني مصر توجه هذه الرسالة أعتقد يعني بنسبة كبيرة لإيران، لأن إيران الآن يعني في تهديد غير مباشر لدول الخليج العربي، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي مفاجأة كبرى الكشف عن التفاصيل الكاملة لصفقة أحمد عز وأبو هشيمة. كشفت وسائل الإعلام المصرية التفاصيل الكاملة حول صفقة استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب إحدى شركات حديد عز على حصة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في حديد المصريين، وتبلغ قيمة الحصة التي قامت شركة العز الدخيلة للصلب بشرائها 18% من إجمالي حقوق الملكية في رأس مال شركة حديد المصريين لإدارة مشروعات مصانع الصلب، وتبلغ القيمة الإجمالية لعملية شراء حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في حديد المصريين 2.5 مليار جنيه، وسيتم سدادها من موارد الشركة. وقالت شركة حديد عز في بيان للبورصة أن الحصة التي سيتم شراؤها تخص رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة المؤسس وشركة أبو هشيمة ستيل لإدارة مشروعات الصلب. واعتمد مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب دراسة المستشار المالي المستقل بشأن القيمة العادلة لمجموعة حديد المصريين، والتي قدرت القيمة العادلة للسهم بنحو 1192 جنيه، وتمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين في التوقيع على اتفاقيات وعقود بيع الأسهم، وإصدار أوامر الشراء وتوقيع كافة المستندات الأخرى اللازمة لإتمام عملية نقل ملكية الأسهم، وتقديم المستندات اللازمة لتنفيذ خطة الاستثمار أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الحكومية الأخرى في هذا الشأن. وتأسست شركة حديد المصريين لإدارة مشروعات مصانع الصلب في سبتمبر 2012، والنشاط الرئيسي للشركة يتمثل في إدارة مشروعات مصانع الصلب وإدارة المشروعات الصناعية. وتعمل مجموعة العزة الدخيلة للصلب في صناعة وتجارة وتوزيع الحديد والصلب بكل أنواعه وما يرتبط به من منتجات وخدمات، وتمتلك الشركة 4 مصانع موزعة في الإسكندرية والسويس ومدينة السادات ومدينة العاشر من رمضان بحسب موقع الشركة. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم، ونقلت لحضراتكم أهم الأخبار في الوقت الحالي. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.